قعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية. يابا ليش الناس يلوموني بحب الفلسطينية؟ قعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية. لو كل العالم لاموني ويا حبابي ظلمتوني، انا قعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية. الزيتون وإلها عنوان معروف لكل الإخوان، نزلت في نص القرآن تأمن إلنا الزيتية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية. يابا بيكفي يا مغتربين، نادت قالت فلسطين، عود لا ابن الحنين ترضعت عايدي، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية. أنا بناشد باسم الجمهور وكل واحد بيجي له دور، نحنا بنجاوب عالفور بوحدتنا الوطنية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية. أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التراث الفلسطيني الأول حروف وطن. منين ما بكيت تتابعونا، الله يسعد صباحكم ويسعد مساكم. إحنا في قضاء رام الله للشمال الغربي من مدينة رام الله، على مدخل بلدة بكى اسمها المزارع. حسب الرواية اللي وصلتنا إنه سميت مزارع النوباني لأنه بكى في شيخ من أصله من الخليل، من بيت نوبة، يلف على الكرة يداوي طب عربي من مشايخ أيام زمان، من بيت نوبة أجى على مزارع، على بلدة المزارع، استضافوه حبوه حبهم ناسبوه جوزوه، عاش عندهم مات عندهم اندفن او عاش في بلدهم. المهم بكت شلها الناس اللي تسأل عنه يجوا يسألوا عنه، فيقولوا في المزارع وين النوباني، فصارت اسم مزارع النوباني. انا وياكم حبايب برنامج حروف وطن مشاهدينا بدنا انشت على مزارع النوباني. حبيبي مخرجنا الاستاذ باسل عطلة، الدنيا فيها نسمة هوا باردة، الحكني. أول كلامي بصلي على النبي الهادي محمد اللي عليه النور بزيادي. دخلنا على بلدة مزارع النوباني قضاء رام الله مباشرة على مكتب رئيس البلدية، بلدية بني زيد، سيد فرح عاروري أبو مصطفى. مرحب فيك في برنامج حروف وطن. جميع أهالي مزارع النوباني داخل فلسطين وخارج فلسطين وفي الخليج بتابعونا، وهينا جينا على بلدكم. مش رايحين نطول مع رئيس البلدية، بس المعلومات الأساسية مثل العادة يا سعادة. أبو مصطفى، مزارع النوباني قضاء رام الله. مزارع النوباني هي قضاء رام الله، تبعد حوالي 30 كيلومتر عن مدينة رام الله للشمال الغربي. الشمال الغربي، نعم. طيب عندنا سؤال مهم جدا وما بدنا تنسى حدا، ما حدا يزعل علي أنا، يا أبو مصطفى منكم إله. العائلات الحمايل العشائر اللي بتتكون منها بلدة مزارع النوباني. مزارع النوباني عدة عائلات، منها دار النوباني، دار زبن، دار القاضي، كمان في عنا عائلات، ثلاث عائلات، الحمايل، دار الزبن، دار النوباني، ودار القاضي. هذول العائلات الكبيرة، في تفرع عنهم. لا الفروع خليتنا مناش نغوص فيهم لا، أكبر عائلات من زحنا يزعل بعدين. أكبر عائلات النوباني ودار الزبن ودار القاضي ودار داير. طيب كديش عدد سكانها؟ يعني بتراوح بين 2800 إلى 3000. في منها مغتربين مهجرين مشتتين، كديش تقريبا؟ الدول العربية ما
مش اكثر من 400-500 شخص من مزارع النوبان. نعم. مساحتها في الدينومات قديش تقريبا؟ مساحتها المساحه الكليه في الدينوم او في الكيلو مش مشكله، في الدينوم حوالي 8500 دينوم كلياتهم معاكم كبلدي. نعم. يعني تابعه. نعم. هلا في عندك الهيكلي حوالي 1775 يعني دولمين الربع الهيكلي مصادق عليه. هل 2000 اه هل 2000 2500 عليش عايشين موظفين بعدهم بزرعوا بيكلعوا بلبنوا بجبنوا؟ جزء لا بأس فيه، معتمد على الزراعة الزيتون والإشي زي هيك، وفي جزء على العمالة في إسرائيل، وفي جزء ثاني فلسطين المحتلة آسف عرب 48 يعني اللي هي داخل الخط الأخضر، وفي جزء في السلطة في أجهزة السلطة موظفين حكومي يعني. موظفين حكومي بشكل عام. طيب هسا جينا للسؤال الأخير ما عشان نطول عليك، جيرانها من القرى مين؟ من غربة، من كبلي، من مشرق؟ عرورة وخربة كيس وقراوة ودير السودان. قراوة ايش؟ بني زيد. ايوه قراوة بني زيد. قراوة بني زيد. لا لا مش قراوة بني حسن، قراوة بني زيد. بني زيد. نعم. أبو مصطفى خرافنا لسه معاك ما خلصش، وطبعا زي العادة يا سعادة راح يبقى له رسالة أبو مصطفى في نهاية حلقة مزارع النوباني. حبيبي أستاذنا مخرجنا الأستاذ باسل عطلة، باب البلدية عامله أبو مصطفى دفتين، اطلع من الدفة اللي بدك إياه، هلا معك روح كزدر. للمحبة على القدامي ما جينا ولا في مزارع النوباني ابو مصطفى رئيس البلدية كان من نوضك عند الحج البرتشي اللي بدي يعرفني عن حاله. أهلاً. اسمك الربع عشرته. اهلا وسهلا فيكم، انا اسمي محمد سالم سليمان زبن. ابو ايش البرتشي؟ ابو ناصر. ابو ناصر من المزارع انت؟ كحي. نعم. قديش عمر البرتشي من الاخر؟ 83 عام. عمر كلياته ان شاء الله. اول اشي الاجانب احنا من امنش في الشارات، بس الاجانب بقول لك من دك على الخشب وشغلات زي هذا، احنا بنقول اللهم صلي على النبي. صحيح. يعني على هالكعد الحلو انت، هانا كعد بتشرح الكلب بتطد الروح. الحمد لله. طال هيك على هالبر هي على الشجر على الزيتون على اللوز، هيك على هالجبال الحلوه. الحمد لله. يعني هذه فيها الصيفيه الكعدة هانا ممتازه. ممتازه. الحجه موجوده؟ موجوده. الاولى ولا الثانيه؟ لا واحد، احنا بتشاف نكون في واحد. الخير والبركه. لا ما في ختيار، بقعدوش بتجعي من هنا يزبط حاله. لما بده يتجوز اكثر من واحد بيعيش حياه صعبه، بضل تعبان طول حياته. هذا رايك انت. هذا رايي. في ناس بقول لك لا، قبل كانوا يتجوزوا اثنتين وثلاث لايش ولغايه اليوم كانوا مشان كانوا يشتغلوا شتون والزيتون وكذا فلاحين يعني يعني يساعدوا. يعني ابو ناصر بقول انه قبل بكل ختياريه يتجوزوا اثنتين وثلاثه، اول شيء مشان يكثر خلفه وعزوه، ثاني شيء مشان تساعدوا على الوطايات يساعدنوا مع الشغل. يعني مش 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 حب جيزه، مش حبه في لا بده شغيله، بدل ما يجيبها يعطيها ايجار بتجوزها. بدهم يعملوا عزوه، كان الواحد يعني بدوش ولد واثنين. حب يكون عنده 10 اولاد. يا سلام عليك. ولا شو بكيت تشتغل انت هنا في هالبلد؟ والله انا في الاول كنت اشتغل معلم بنا. بنا يعني. بس انا في الاصل مزارع. بنا يا بنا ابني. ابني يا بنا ابني. في الاصل انا مزارع. بكيت تزرعوا في البلد هاي؟ شو بكيت تزرعوا اهل المزارع زمان؟ يعني 83 سنه بننكين منهن، بننكين منهن حوالي 75 لما بكى عمرك، او لا 65 لما بكى عمرك 15-16 سنه، كيف بكت المزارع؟ مزارع النوباني كانت تشتهر في الزيت، بس في الزيتون. زيتات الزيت. بس الزيتون. في الزيتون والعنب. بتعرف هاي الأراضي مش قابلة للفلاحة عنا، كانوا يزرعوا يزرعوا بينها الزيتون على سبيل يجي الواحد اكتفاء ذاتي، كم حات شعرات شغلات زي يعني مو انت الضار. ولا هي تشتهر في الزيتون بس مزارع النوباني. يعني بكت تعملها زيتات منيح؟ زي ما الحمد لله. شنجر الزيت في الزمانات ابرد والله الحمد، بكت سوى حسب الختيارية 18 ألف جرة
عنا. ما شاء الله. مزارع النباني. زيتها زيت جبل الحمار. معلوم. زيت الحمار منيح. صح. صح. زي السمنه. صح. يعني انت بكيت تزرع وتكلع، لسه في وطايات. انا بالنسبه لي ترثت قسم عن ابوي. والحمد لله انا مزارع نشيط، عمرت يعني ارض وصارت اليوم تثمر ممتازه. يعني لسه في وطايات عندك. بتروع عليهن الزيتونات، في عندك زيتون؟ الحمد لله. تنزل تكشكش عليه؟ الحمد لله. بتروح انت والحجي؟ انا مزارع نشيط. نشيط نشيط. عندنا جمعيه تعاونيه احنا في مزارع النباني. يعني وطاياتك انا بتنزل انت والحج تكشكشوا عليهن؟ الحج لا، جيل اليوم بجوز انا بس يعني بناخذ الحج والشناين تبعات يشمت هواء. بس يعني بدي اسالك، مزارع النوباني زمان بكت حواش، مثلا حوج ضاد الزيون، هذا حوج ضاد مش عارف ايش، ولا شلياتها؟ مزارع النوباني تتالف عنا من ثلاث حمايل. قال لنا ابو مصطفى تفضل. اللي هو زبن ونوباني والزيتي. هذول الثلاث حمايل بتفرع منهم تسع حمايل. هسا انسى الفروع فلتنا. الثلاث حمايل بكى مختار واحد البلد ولا لكل عائله كان عندنا مختار. مختار. اي نعم. هسا شو بكى لبسهم زمان الختياني؟ كنابيس من راعي برنامجنا الارز. شو كان لبسهم؟ اهلا وسهلا. ويفر. اهلا وسهلا. جديد. كان لبسهم تعرف كنابيس. دمايات يسموهن. الدمايه. روحوا فسطون في نابلس، لانه ما كانش عندنا في الكرهان لا خياطين ولا شيء. مره يروح على نابلس يفصل هالدمايه. بقت الاوضاع سيئه. طيب الشوره هذه اللي لابسها انت ايش بقى يلبسوها زمان ولا بقت؟ نعم. نعم. هذه اسمها الشوره. هذه كان حطات سمر اخرى. والحطات زلم بكجات هذول. كن من قديم الزمان بس قليل. والله الحاليه بنلبس دشاديش. دشاديش احنا الموضه. ايوه شو بدنا نساوي؟ مالك تراثنا. يعني بنلبس بنطلونات وبدلات وشغلات بس كختيار زي. طب الشباب قول الله. بتريح في الدشاش. طب الشباب قول الله، والحجاج اللي فلتوا لنا الكنابيز والشبور. يا عمي شو بدنا نساوي؟ فيش يعني في مزارع النباني. شو فيها؟ مش تراثنا هذا، تراث بياتنا. تراثنا. في دول العالم يعني لغايه الان بيلبسوا في مناسباتهم. في لي اخ الله يرحمه توفى. لا يزال كمباز معلق عندهم في الخزانه. انا بدي اتعلق، انا بدي ارجع اشوف ازلام كبار في الكنابيز والهذول. هذا تراث والله. بكى لهم رهجه حتى الختياريه قبل. لما تجوزت قد ايه بكى عمرك؟ قعدتهم كان عمري 22 سنه 23 سنه. مش متاخرين عليك؟ والله يا ختيار الجيزي هذه ما بتعرف الاوضاع قبل كانت صعبه. اللي اخذتها قرابتك؟ قرابتي من جماعتنا. من جماعه راعوك؟ في شيء الجيزي قبل بقديش؟ 100 ليره الجيزي. جاملي مجملي. بس وكان ابوها ياخذ المهر تبعها اخرى. بس اليوم اذا بدك تجوز بنتك بتحط من جيبتك 2000 3000 دينار. هذا بنتك كيف ابنك؟ ما بقول لك عفوك الزيتة. عفوك الزيتة. عفوك الزيتات. ابو ناصر اهلا وسهلا. مدالتك مطفيه انت. اهلا وسهلا. برضو في شيء من قيمتك؟ الله يخليك. من سمارت، من الله يخليك البريك للمنظفات. اهلا وسهلا. بنقدم لك هذه الهديه برضو للحج. هذه اهلا وسهلا فيكم. عشان تقول طول عمره جلاب الغنايم ابو ناصر. اي وضعك بين لي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا الجميع. يطول عمرك. تعرف الواحد لما يصير عمره 83 سنه بصير عنده ضغط، بصير عنده سكري، بصير اليوم 40 سنة عندهم ضغط وسكري. يا ابو مصطفى، يا ابو ناصر، اليوم 40 سنة ضغط وسكري. الله يطول عمرك ان شاء الله. وهي البسكوت من الأز مشان تحل سنونك. ايش بقوا يقولوا؟ ايام ما بقوا يروحوا يشتروا حلكوم. ايام ما حبيبي. ايام زمان. بتقولش يا زماني الاولي؟ زمان ما بقاش عندنا الحلويات هاي كلية. بتقولش يا زماني الاولي؟ بقول سمعهم يا كلهم. يا زماني الاولي. بقول يا زماني الاولي. على يعني يا زمان. على دائما بتأمل. ابو هشام بتأمل تعود الايام. مزارع النوباني الشباب يعود للانسان. شايف ابو هشام البلد من قدامك بس مش هامش، بنقطط من البرندة يا حزين من هناك. يلا في مزارع النوباني كظرم الله وجينا عندها الحج. الله يطول عمرك. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ الله يسلمك. بشفيني يا بني. بكدي. شو بكدي؟ احنا لسه ما خربناش شي. طولي بالك. صرتي مشتاكة للختيار؟ استني شوي. بدك اخرى عائلة شفرة؟ طب عرفيني عن حالك، شو اسمك ومن اي عائلة؟ انا
أنا من عائلة دار ضباب، عائلة صالح النصر وأخوتي. الحج إيش؟ أنا اسمك الحج ثريا. ثريا؟ أم إيش؟ أم عدنان. أم عدنان، الله يخلي على سيدنا عدنان. ابنك الكبير عدنان. ابنك الكبير عدنان؟ عدنان. هسا بدي أسألك. نعم، تفضل. أنت نوبانية؟ أنا أصلش من هنا. من هنا. يا جابوكيش غريبي يعني؟ لا من هنا. طيب منيح. اللي أخذتيه كرابتك الله يرحمه؟ اللي أخذته ما هو شرابتي، هو من حمولي وأنا من دار ضباب. لا هو من دار القاضي. هذا باقي مقضيها تحت الشبابيك. أنا إني أبوي ناس محنا زار، أنا وأخوي. طبيته يتامى قواضيت. بصحهوش اللي بموت ابوه بكل له قاروط اللي تموت امه. بصحهوش مني. اني عشان وحداني اخوي وانا. بدها تجوزنا واحنا صغار. انا ذكرت الصغير بنيش اشياء. بدايل. يعني تبديله. هي اخذت اخوي وانا اخذت اخوها. ما دفعوش شيء. شو جاب ليك؟ شو جاب ليك؟ كتبك عمري لما تجوزتي؟ انا أخذوني على دكتور في القدس على شارع البصرارة مشان يسننوني. أحبتك ليلى بقى. شبه بنت. رايحين زكزكوني شو لاك وشلاك وهذا عشان تبين. بنت 14 المخصر لما ختن علي انجن. كان أنا بترجوني على المخصر دخيل شنطني بعدين. 14 سنة لما تجوزتي؟ فيش بنت 14. كيف اللي يملك عليك المأذون؟ المأذون بطلوا الدار عليك يكون أنا بترجوني على المخصرة. المختار ما سجلش. أخذوني على القدس على شارع المصرارة. سنني. قالوا له حطها 16. لما حطنا 16 في الواسطة. هذاك أمن المخصر اللي خسر. أنت صغيرة يا حسن. بس صغيرة. لا بتعرفي شو الجيزة ولا شو اللي بتجوز. منين عاد هو أكبر منك؟ أكبر مني. كثير؟ أكبر مني هو. كثير؟ بيجي 7-8 سنين أكبر مني. 7-8 سنين بزيد عني. أم عدنان؟ نعم. عملوا لك عريس؟ نعم. عملوا لك عريس؟ قريب؟ عملوا لك عريس وصمدي وحنة؟ صمدنا. صمدوش وحنينك المسعدات؟ والله بدور لي غني اللي بدور لي يعني وجهت حماتك ولا تيجي اليوم رقصت قدامك؟ ولا بكوا هاي الناس بكوا مبسوطين وفي السعادة. شو بكت طبخة العرس لما تجوزتي؟ صدش العرس؟ هدول بكي هاي صدلن عليها هاي اللي بكى. طبخة العرس الطبيخ شو طبخوا؟ طبيخ الطبيخ منافف مش جاي اليوم. اللبن من الغنم الحر. وكله بالصنوبر. واللحم السكة في السكيف على المنافي مش جاي اليوم. نفس هالبريجة فصحنها للباستيك وكباية هاللبن. حط الندس ايش فعلا. بنات اليوم مسعدات فلتش منهن بدنت اللول. بنات اليوم مسعدات. احنا سعدنا في زماننا. بنات اليوم عندها غسالة وعندها ثلاجة. وعندها ولا نشلت من بيل ولا غسلت عكناية. احنا ضلينا على روسنا من العيون. وجبنا حصب على روسنا. وسخنا مية على النار وغسلنا عدينا. لا ذكى غذاب ولا ذكى ثلاجات. ولا اللي عنده بابور يساوي كوباية هالشاي عليه. وتطوح على الحصيدة وتطوح على الزيتون. على الزيتون والكش على راسه تحمله وتزبل الطابون. بالصابون انا صابونة على الحيط بك يا حبيبي. لا كل واحد على الحيط؟ يغار عليك باكي مجنون وانت صغير. عينك بيضة وحلوة باكي. اعلان. اعمل النعمون واعمل الغريبي معدل واعمل الطبك واعمل الله يرحمه استعجل هسه خليك معاي نعم عمر نعم بدي اسالك لما خلفتي ابنك عدنان البكر لا البكر بنت اشبر منه واحد ثاني قد ايه بقى عمرك؟ انا لما خلفتي اول بطن لما خلفت اول بطن يمكن لك عندي 16 سامعات يا بنات اليوم 16 سامعات يا بنات اليوم بنات نوم السلالي للضحى العالي نوم نومكم احنا قبل وزان الصبح نلج جرتين وثلاث عن العين
عن العين نجيبهن ونعجنهن. هذه نمليتك اللي موجوده هان؟ هذه نمليتك الاساسيه. نمليتك الاساسيه هذه؟ الاساسيه من الاول. والله طيب منيح والله مسعد باكي جايب لك نمليه بك يطلعوا مع حسن دوك. حسنيها موجوده عندي. طيب شو بك شو بك لبس النوبانيات زمان الفساتين؟ الفساتين؟ الفساتين نسوى العين. الناحيات؟ شو بكين يحطين على روسهن؟ مناديل ولا ولا؟ عزي عزي. عزي تتكبع في العزي. تتكبع في العباية الواحدين؟ في العزي على روسنا. ولا سؤال قبل انت شفتيه قبل ما تجوزتيه ولا ليلة الدخلة؟ لا والله ما شفته الا ليلة العرس. ليلة العرس؟ لما بكيجي اتخبى. اتخبى اطلع الراوي ولا تحت العتبة اتخبى. ما بكشف بحد يفكر عند عريس ولا شو. اليوم بنشين معهم وبروحين معهم وبيجين معهم. اليوم؟ اليوم مسعدات اليوم. مسعدات. اليوم بروح اجيبها من الصالون. مسعدات. عالصالة اليوم. عالصالة. مسعدات ولا مالها. واليوم في الصالة. الصالة ولا. والدكة والبيض والدنيا ولا. والسلو والدخنة. يلا الله يهدي بالهم. حجي. نعم. بقي كله زمان مشان تحل سنونك لما بقوا يجيبوا حلكم. هذه من الارز لاعي برنامج احطيها انا مشان تكركشيها في اسناني. ضروري اياها. ما ليش ولا سن. ليه؟ ما ايش فيه في السن انا؟ ايش فيه يا بني؟ قديش عمرك يعني؟ يا سلام. بداش فصيلي. يا 87 يا 88. سنة الهزة أنا جابت لأمي كل أنا سنت سنة الهزة. لما سددت للبيوت بس مش مدتي أي سنة أكون شمعة. حسك اللي أولادك مجوزين ومجوزين. الحمد لله. وطيّل العش. الحمد لله أولادي الحمد لله. الحمد لله وطيّل العش وهي. بتخلفيهم مش عن أيام زمان. تخلفيهنش اليوم لبنات اليوم عن ايام زمان كيف المرة بكت عوني لجوزها ايدها وايده. انا اصلع عزسوني هو عالسبب بناتي عزيان نساعده في الحياة اليوم بسعى وتروحي حامل الحطب على راسك عشان والله الحطب ولا الكيشي لصغابي تنشلي من البيت والله وتزبل الطابور وتروح تشنس تحت الحلال عشان الصابون الصابون فيش ما فيش كماجي من السوبر ماركت بكوش يبيعوا كماج بكو يخبزن في الطابين ويغسلن عليهن ويغسلن في نكدور في نكدور يكونوا كذور جلويات من جيجا يصنعون كذور فخار والله يبكى هالبحر يفحفح ريحته يرعين من الغنم ومن الغنم بلدكم فيها بيار خدشل دار إلها بير ولا فيها عيون مية عيون مية عيون مية كم عين فيها تقريبا بلدكم فيها تقريبا 10 عيون بك... في عين إلا بالعروره منها وعين نازلة عين الدمون 3-4 عيون ميتها بتشهي والخانق فيه ملان عيون ملان عيون عندنا مي معدنية من ربنا ما جاي جاري ناشي معدنية إحنا إن عين إن خصوصي أنا أزرع وأكلع عليها أزرع البندورة أزرع البوبي أزرع الفاصوليا أزرع الكسة أزرع كل شيء أم عدنان نعم يلا طول عمرك الله يخليك الله يخليك الله طول عمرك إن شاء الله يخليك إن شاء الله تظل منورة وتاج فوق روسهم كل الله الله ينور عليك يا حبيب الله ينور عليك ولادك كلهم متجوزين الحمد لله تعرفي أولاد وأولادهم كم حفيد الصلاة النبي عنهم أولاد صلاة النبي يا جماعة الخير هذا ابني عاد له 4 أولاد وأربع بنات ما شاء الله وعودي يعني كم واحد بكل يا ستي أولاد أولادي عودي أعدي إلو 4 وعودي إلو ولدين 3 بنات وعدنان إلو ولدين 3 بنات جوز ولد منهم بنالو جوزوا هيو ولادسوا بعد الحكومة قلت لي اتجوزتي بك عمري 14 سنة لما اتجوزت والله مش يبش عليك انا زمان الحج الله يرحمه راح زمان الله يرحمه من حد ما راح الحج خير ده في الارض
أولاد اليوم ما ينفعوش للأرض. تنفعوش أنت يا أولاد اليوم. صارت خراب الأرض. حجيه. نعم. في شيشي من كيمتك. الله يسبك أنت. هاي من شركة البريق راعي برنامجنا هذا ما يمديش تعطيني أنت حضلة. نعم. وهي في أرز الضيافة من راعي برنامجنا مجمع سيرة الظهر التجاري السيد شداد خنفر. وهي في برضه من لكي بيبي. سمعني ليش بسمعي شو أخرى. شو سمع فيه؟ والله ما بسمع. حسا بطلت تسمعي لي ساعة بخليك ما بزعل بحرت بقوم. نعم. هاي من لكي بيبي شركة مصانع الشرق الأدنى. هاي هذولا مشان تشوفي لمين تجي تزكيها من إحفادك. وهي رز الضيافة برضو هذا من لاعب برنامجنا مجمع سيلة الظهر السيد شداد خنفر. وهي من البريك برضو. لا تخليهن إليك ولا بدك تزكزكيهن. قالوا لي بتغني مع انه المخرج بكل اللي ما ضليش وقت بس قالوا لي بتغني. شو بدي اغنكم؟ اي شيء بيجي على بالي ان شاء الله بتهاهي لنا. هاي شو بدي اغني؟ بقولوا بالانجليزي. بالانجليزي؟ ايش بخربها؟ يلا سمعيني ولا خليني اسمع منك. 1 2 3 4 5 وانس اي كوت هيش ارايف واي ديد يو ليت ات جو بيكوز ات ذس ذا ثينج اي سو استعجل ابعد انا كان انا رحت على البحر مسكت السمكي عبصت لي مفنجر سو في اصبعي. تفضلوا كثير لماياتكم انتم. انسي وانسي سبايدر. لا يصب درستي؟ نعم. لا يصب درستي؟ ولا في صف ولا درس ولا في. يلا يا مسعدين بتاعين الجامعات تفضلوا ولا مدرسه ولا صف و83 سنه. يلا طوهاتي وراها. يلا طول عمرك. وصلي فرفا واسالك وشي في الشباب واي ديد يو ليت ات جو. منو علمك اياها ابو عدنان؟ باكي تغني له انت. انسي وانسي سبايدر. طيب خلص انا شايفة اندمجتي. كلان من ادرس باوت. باكي تدخشن انت وياه وتغني. انتين دارين ابو دارين. باكي تدخشن انت وابو عدنان وتغني له. لا. يلا يلا. ابو دارين. يا اوكي يلا. أو بدنا نروح. من الدقين. بدنا يلا رمل هسي. شعبات علي بريك. طيب عنكبوت شعبط علي بديك ابو هشام تشعبط انت على المزرعة ارجوك.
هيك أعزائي المشاهدين من كنا وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامجكم التراثي الفلسطيني الأول حروف وطن. بدينا مع رئيس البلدية السيد فرح العروري أبو مصطفى، وبنختم مع أبو مصطفى. شو في عندك رسالة حابب توجهها سواء بكت لأهل مزارع النوباني أو للمغتربين أو لأي جهة بالنسبة لمزارع النوباني، أو إذا في عندك تنويه تعديل شيء حاب إحنا والمشاهدين نسمعك؟ بداية أهلا وسهلا فيكم في قريتنا مزارع النوباني وعرورة بلدية بني زيد. صحيح أنا حابين نوجه رسالة للمغتربين اللي عددهم، يعني تنويه للقاء الأول، عددهم في مزارع النوباني حوالي 5000 والموجودين في المزارع حوالي 3200. بالتواصل مع البلدية والتواصل مع أبناء قريتهم ودعم قريتهم، لأن هاي البلد يعني قديمة وفيها بحاجة لشوية دعم الناس اللي مقتدرين من المغتربين. والرسالة الثانية إنه التواصل مع أبناء عمومتهم والكرة والقرية وخاصة الأقارب. والرسالة الثالثة اللي هي للوزارات المعنية بالتراث القديم وبدعم هذه القرية والكرة اللي بحاجة، وخاصة قريتنا مزارع النوباني وعرورة. بجوز انتوا شفتوا شوية الشوارع يعني فيها شوية بنية تحتية شبه معدومة أو مدمرة. يعني رسالتنا للوزارات المعنية، وزارة الحكومة المحلية، وزارة يديروا بالهم على المزارع وعلى عرورة وعلى الكرة اللي بحاجة. بس احنا قريتنا يعني الصحيح يعني انها من الكرة المهمشة، ليست مهمشة، لكن زي ما قلنا إمكانيات وميزانيات، وما في قرية بتغيب عن بال الحكومة. موجود المشاريع طبعا ووزارة الحكم المحلي لجميع قرى فلسطين. بنأمل احنا من ضمن صوتنا لصوت أبو مصطفى اللي احنا بنشكره على الاستضافة في مزارع النوباني، انه طبعا مشاريع بحاجة فعلا بلدة المزارع لمشاريع، ويا ريت برضو أبناء المزارع الموجودين خارج فلسطين وفي أمريكا وهنا يمدوا يد العون لبلدهم يستثمروا فيها ويساعدوا، وما بحرص الأرض اللي عجولها يا أبو مصطفى ولا لا. قبل ما أنهي أشكر رعاة برنامجنا شركة الأرز سيد رائد عنبتاوي والحاج زاهي عنبتاوي، أشكر شركة مجمع سلة الظهر التجاري سيد حكم سيد شداد خنفر، أشكر شركة البريك المنظفات الكيماوي سيد حكم خنفر، أيضا شركة لكي بيبي شركة الشرق الأدنى العربية للفوط السيد النضال الشقعة أبو بسام، أشكرهم على ما قدموه من رعاية لإحياء تراثنا الفلسطيني. أشكر أيضا زميلي المخرج الأستاذ باسل عطلة والأخ رافع المندوب شركة الأز للضيافة. حتى ألتقيكم في حلقة جديدة. نافذ أبو الشارخ يشكر لكم حسن المتابعة، ومثل العادي يا سعادي بقولكم لا تروحوا لا هيك ولا هيك، خليكم معنا لسه الجاي أحلى وأحلى. قعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية. يا بلاش الناس يلوموني بحب الفلسطينية، قعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية. لو كل العالم لاموني يا حبابي ظلمتوني، انا قعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الارضية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الارضية. الزيتون وإلها عنوان معروف لكل الاخوان، نزلت في نص القرآن تأمن إلنا الزيتية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الارضية. يا بابي كفي يا مغتربين، نادت قالت فلسطين، عود لا ابن الحنين ترضعت عايدي، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الارضية. انا بناشد باسم الجمهور وكل واحد بيجي له دور، نحنا بنجاوب عالفور بوحدتنا الوطنية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الارضية.